قال أبو محمد فارس بن محمد هذه الأبيات وهي بعنوان الدار الدنية. هذه الدار دنية قالها خير البرية. هذه الدار دنية قالها خير البرية. فاعملا فيها بخير تنجو من كل بلية. واجعل التقوى شعارا فالتقى نعم العطية. هذه الدار دنية قالها خير البرية. فاعملا فيها بخير تنجو من كل بلية. واجعل التقوى شعارا فالتقى نعم العطية. لا تناسى يوم حشر واختم النفس العصية. لا تكبر أو تجبر تلقى كل الناس حية. أبذل المعروف وسعك بالعطاء نفس سخية. من يعش فيها بذكر يبصر الدنيا بهية. فاز من صلى بليل يطلب النفس الرضية. فاز من صلى بليل يطلب النفس الرضية. قد أجاب الله عبدا بحياة سرمدية. فاطلبا من ذي الجلال عيشة فيها هنية. ثم بعد الموت جنة رحمة منه عطية. قلتها نصحا وذكرى باذلا أحلى هدية. يا لبيبا يا كريما هذه مني تحية. ختمها أهدي صلاتي للنبي خير البرية. للنبي خير البرية. ختمها أهدي صلاتي للنبي خير البرية. للنبي خير البرية.